وبالعودة إلى الأردن وتحديدا لتصويت مجلس النواب الأردني بالأغلبية على طرد السفير الإسرائيلي من عمان، ينضم إلينا من هناك مراسلنا نائف المشاق عبر الهاتف. نائف أهلا بك معنا، نأخذ منك تفاصيل أكثر حول هذا التصويت، تصويت مجلس النواب الأردني على طرد السفير الإسرائيلي من عمان وتداعيات هذا القرار. هو مقترح تقدم به بعض النواب إلى رئاسة المجلس بأن يتم التصويت على توصية للحكومة الأردنية بطرد السفير الإسرائيلي، وذلك ردا على خلفية وموقف وزير المالية الإسرائيلي الذي نشر خريطة تضم حدود الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة. هذه التوصية وفقا للخبراء القانونيين ليست ملزمة للحكومة الأردنية، لأنه بموجب المادة 45 من الدستور الأردني فإن إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية هي من اختصاص ومن صلاحيات الحكومة الأردنية، وإن عمليات التبادل الدبلوماسي وتبادل السفراء وإقامة الممثليات الدبلوماسية هي أيضا وفقا للحكومة من اختصاص وزارة الخارجية، فبالتالي هذه توصية للحكومة الأردنية. الخبراء أيضا يضيفون أن مجلس النواب يستطيع أن يفرض على الحكومة تنفيذ هذه التوصية، ولكن من خلال إجراءات قانونية طويلة كحجب الثقة إن لم تقم الحكومة بالتصويت على إن لم تقم الحكومة بتنفيذ التوصية وهي طرد السفير الإسرائيلي. لكن هذه مسألة شائكة، والأردن في الموضوع الفلسطيني وفي العلاقة مع إسرائيل هو وفقا للمراقبين يتحرك في حقل الغام، وهنالك كثير من الإجراءات التي تتخذ، ويقول المعنيون أن هنالك أوراق سياسية ودبلوماسية وقانونية بيد الأردن يستطيع التلويح بها ويستطيع طرحها عندما يشاء فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل. وفقا للمراقبين أيضا فإن الحكومة الأردنية هي لا تريد أن تعطي الجانب الإسرائيلي متنفسا، خاصة أنه في خلال التصريحات ومواقف وزير المالية الحكومة الإسرائيلية تتعرض لضغوط داخلية من إسرائيل وخارجية أيضا من حيث إدانة هذه التصريحات، وبالتالي الحكومة الأردنية لا ترغب وفقا للمراقبين باتخاذ خطوة تعتبر أو ترى على أنها متنفس للحكومة الإسرائيلية للخروج من المأزق. هذه قضية العلاقة والدبلوماسية مع إسرائيل قضية حساسة في الأردن كثيرا، هي منوطة بوزارة الخارجية، منوطة بدوائر سياسية وسيادية في الدولة الأردنية، لكن هذه التوصية هي غير ملزمة للحكومة الأردنية، وهنالك غضبة شعبية سواء كان من النواب أو الأحزاب أو قوى المجتمع المدني أو النقابات على تصريحات الوزير الإسرائيلي، وهذا التصويت اليوم جاء نتيجة لذلك الغضب من تصريحات ومواقف طيب الوزير الإسرائيلي. نعم، بما أن هي توصية وهي ليست يعني ملزمة، هل يمكن نتحدث عن أي تأثير حتى أو تداعيات في نهاية المطاف على العلاقة الأردنية الإسرائيلية؟ هي العلاقة الأردنية الإسرائيلية هي تمر بمرحلة فتور نوعا ما، رغم أن الملك عبد الله الثاني استقبل قبل أسابيع رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما شكل هذه الحكومة، وكان ذلك في محاولة من الملك عبد الله الثاني ومن الأردن للتواصل مع الجانب الإسرائيلي وفتح صفحة جديدة. بالمناسبة المراقبون يقولون أن نتنياهو وسياسته ليسا غريبين على الأردن، الأردن خبر سياسة نتنياهو ويعرفها جيدا ويعرف سياسة الليكود الإسرائيلي جيدا منذ سنوات طويلة، لكن الأردن هو حاول إعطاء فرصة وحاول أن يتعامل بإيجابية مع الحكومة الجديدة، خاصة أن هنالك كانت واضحة أن بعض عناصر الحكومة الإسرائيلية الجديدة هم من المتطرفين من الجانب الإسرائيلي، وربما هم لا يؤمنون بعملية سلام ولا يؤمنون باتفاقيات السلام التي تبرمها إسرائيل سواء مع الأردن أو اتفاقيات أوسلو مع الجانب الفلسطيني. لكن هنا المراقبون يقولون أن هنالك نوع من الفتور الكبير بعد تصريحات الوزير الإسرائيلي في العلاقة بين عمان وتل أبيب، وأن هنالك ربما أيضا تأزيم للعلاقة بين الجانبين. الأردن كما قلت يسير في حق الغام في هذه المسألة، ولا يريد إعطاء الجانب الإسرائيلي أو الحكومة الإسرائيلية متنفسا، لأنه بعث باحتجاج رسمي شديد اللهجة وهو ينتظر أن تقول الحكومة الإسرائيلية بأن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي لا تعنيها ولا تعبر عن موقفها. شكرا لك، عبر الهاتف مراسلنا نايف المشاق كان معنا من عمان.